تراب الهوى عن بر حيفا ومن حيفا جذور بأرضي مثل المرمر بقلب نبضاته موجوعة حيفا بتقول يا وعدي عاللي صار بقراها المفجوعة وين أيام عزك يا إجزم يا كبيرة القلب والقالب مين نهب غناكي ومين لحقك سالب أنا ويافا وعكا لساتنا منستنى فواكت مزارع عن رعايتهم ليل نهار ما كان يتونى ابن حرام اللي بينسى فضلك وانت توزع العنزة لجارك الفقير هدية وتقولي له هاي منوحة تمنح ولادك فيها بلقمة هنية من شهر 7/48 اختفى المشهد وانقلبت الموازين ومن فريديس جبنا لك حبايبك اللي هون ضلوا باقيين يسعد صباحك أستاذ سمير كيف صحتك؟ الحمد لله تمام اجزم من أين أتت تسميتها بهذا الاسم؟ اجزم حسب ما المعلومات اللي وصلتني أنه هي من الجزم الجزم والحزم يعني لأنه كانوا رجالها ونسائها يعني قويين وشخصيتهم قوية جدا اجزم كانت عبارة عن مركز مقارنة في القرى اللي حواليها فيرت تحكي لنا عن مساحتها مساحة أراضيها وأيضا موقعها بالنسبة لحيفا بعدها عن مدينة القضاء اللي هي حيفا تقريبا 20 كيلومتر إلى الجنوب وهي على سفح جبل الكرمل مقابل السهل الساحلي أو البحر الأبيض المتوسط على وجه التحديد مساحة الأراضي فيها الزراعية ما يقارب 18,000 دلم تقريبا بين 17-18,000 دلم هي فقط الزراعية غير الخراب التابع لإدزم يعني الخراب التابع لإدزم يعني بتصل لحديت وادي الملح تقريبا تعداد سكان في سنة 1945 ما يقدر في 3500 نسمة تقريبا القرية بعد 48 تعدى عدد السكان مع الخراب اللي حواليها 4,000 نسمة تقريبا إن ما كان بالساهل احتلال إجزم استعصى على جنود الاحتلال إنهم يحتلوا هاي البلد نظرا لأنها محوطة من جميع الجهات ولكن كيف بالآخر قدروا يحتلوا إجزم عدة عوامل العامل الأول هو قصف الطيراني اللي كان على البلد نفسها لأنه هي محصنة بين بالجبال وكان المقاومين والثوار كانوا داخل الجبال العامل الثاني خلصت الذخيرة مع الثوار ما في معهم يعني ذخيرة اللي يقاوموا فيها وخوف السكان خرجوا من البلد خوفاً على الأهالي والأطفال والنساء بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري عن يلي صار عن هالحلم بعيني قصة مشوار وحدا بيعز علي يا عمي الأمل نفسه مش شايف بالأفق ضي فانوس نفسي حدا يقرصني ويقول لي اصحى من الكابوس ويلحقني على البيادر السحجة قايمة والحصيدة هي العروس خالته وصلتنا على البلد من عند الدوار وبلشت تقشريلنا هي بيت فلان وهي بيت علان احنا هون بأي حارة ايش اسمها؟ هاي شنة أكم من عيلة كانت في إجزم؟ في ولا 20 عيلة أكبر عائلات فيها مين كانت؟ دار ماضي بعدين تعالي ربوب تعالي دار أحمد الحسن تعالي عزازي دار خديش النباهني دار الجيرمي إحنا على كل حال رح نقعد هاي القعدة المطولة أنا وياكي بس خلينا نفر هيك بالبلد شوي وصلنا وين؟ وصلنا حد وين أخليك الدار أبوي دار أبوي حتى إحنا هون هاي بكو كلوا للحارة الشمالية هلأ هذا مش نفس البيت لأنه هدم لا هدوه هدوه عمر محله وهون قلنا بقايا هون شو هون خلي دار عمي بكت دار عمي سليم إيش هون بتذكري يعني كنت تلعبوا بكى خروب بكتين بكى طبر نلعب حواتير بكى عنا معزة غنم جاد بط حمام يوم العيد يعني نجمع لحمة لبن برغل جديد النسوان كبار يطفنا كلها طبيخ عيد تيجي نجرب نفوت؟ أما ولا مرة جربت أفوت سعادة بكى سعادة الله منطيها النصار صدقي قديش بادي بس بشوف من بعيد بحبش أفوت ليش؟ بتحصر يعني بروح مريضة يعني شو مريضة؟ يعني بكو تجي معانا مريض
غالي ويا قلب ضلك هاني زوار جينا عالدنيا فريتي بالبلد ولقطتي ميرامية. كيف وانت عمالك بتفتلي بالبلد بايش عم بتفكري؟ شو اللي بدور براسك؟ بفكر بهالبلدة بكرايبي بهالاجيال اللي ربيت انا وياهم، يعني اشي بغير الصواب. لا يعني عم لا خال لا خالي لا عم لا حدا، كلهم برا. كانت العيلة وحدة، كيف كانت يومياتكم؟ كيف كانت حياتها الاجتماعية لأجزم؟ بكت إصطارة مع بعض، القعدة مع بعض، يركبوا الناس، قط ما ينتبدوش يعني بعضهم، هذا ما لابس مركة، هذا لابس أواعي نظيف، لا، هاي أحسن حياة. على البساطة وكنتوا مبسوطين ومرتاحين ومكيفين. يجي عندي حدا يتعتى الخروب يحط الجوكيت ويرشي عليه، أحسن كان يجيب كل الخروب ياكل، الله الخروب ما ندتين على البساطة. يعني على كل شيء كانوا يعملوا عجقة وعرس، وقت الحصيدة الكل بتلاقيه بالأرض. بكوا كل بالحظ من جليا من جلا وراح بالسايق جلا اللي غمرن بالليل ما يعملون غمرن. يقول يا حسيرتي غاب الكاميرا وانا بحلي. ايش مالك؟ ايوه بس تتذكر الايامات الحلوه هيك بغص قلبك. يا حسيرتي غاب الكاميرا وانا بحلي. أكثر حادثتين أثروا فيكي ولساتك شايفة صورتهم السوداوية؟ بنت أسعد محمود أبو شلاش الصفدية إن هاي دارهم، إنه بالمغارة ماتوا أكلين هالكلاب، أنا جيت عليهم، الكلاب تاكل الجثث، ما فيش هذا اللي شفته، ثلاثة، في واحد بقى على كلياته عند المدرسة. عوض السرية ايش عملوا فيه؟ كوسوا بالاول وقعد ثلاث ايام، بعدين اجوا على البلد ردوا دار النار فيه حرقوا. واحنا شو شفت؟ الناس مهجرة، الناس كتدود، الناس جاعت، الناس مشلعة، الناس عشت. كل ما برجع طفلي صغير هرباني من الايام بلاقي قلبي قال لي طيري بفرش سنك تخيلوا ابن 5 سنين وبيقول لي الحنين لأرضي لمسقط رأسي مغناطيسه بشدني. الموضوع مش قديش عاش فيها، هي فطرة حق مش نسيها. شو أخبارك إلي؟ إيش شعورك بس وصلت هون وشميت هوايات إجزم، شفت شجرات إجزم؟ محزن 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 محزن، لأنه إحنا إلنا 42 دلم هون في البلد هاي، ودارنا لحد اليوم موجودة. بازي بشوف دارنا بشوف فيها واحد بصوت مدفوت عليه بقول لي ممنوع تفوت هون، بقوله كانت دارنا هاي، بقول لي كانت داركم ممنوع تفوت هون نقطة. ولما أنا بازي بشوفه أنه هذا المستوطن قاعد برفاهية وبعز وبجخة، وأنا قاعد بأوضة صغيرة محشوك ضغط سكاني. كان عمرك 5 سنين، إيش بتتذكر يوم نكبة إجزم عملت الطيارات؟ دارنا قدامها صبر، شجر صبر. أجت الطيارة ضربت كزان بقولوا له، لو يعني تانك كبير أزان متفجرات، أزان متفجرات حرق الصبرة. كنا قاعدين بأوضة صغيرة، يعني كل حياة أبوي جمعنا كلنا حول بعضنا، وصار يقول تخافوش 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 تخافوش، وإحنا نبكي. بتذكر إنه لما أنا يعني بين الحياة والموت صرنا، وطلعونا بالثوب اللي علينا، ما أخذنا معنا ولا حتى غيار، قامونا طلعونا بوعينا اللي علينا. طلعت وانت طفل، فهلا لما بترجع على اجزم بترجع طفل؟ والله يمكن بحس بالطفوله اكثر من ما بحس في انه رجل، برجع بالبهجه، بحس كاني خلقت جديد. طفل كيف بحن لامه؟ انا بحن للدار تبعنا وللوطن تبعنا زي ما بحن الطفل لابوه وامه وابوه. انا اليوم عمري 75 سنه، بحس حالي كطفل لما برجع هون. مرات ب
بتخبي القهر وبتبتسم عالجروح، مرات بيصير العمر غبرة عمر مشلوح. مش بإيدها الدمعة تنزل ومكانها يعلم ملحها والوجع يذبح، لأنه العمار اللي كان اتحول لفزعة خوف، لضبابية دخان الحرب والدم بالأرض بيسبح. من حياة كانت الجارات يعيروا فيها للعرايس البدلات، وحطوا عقال تنزف فيها كل الحارة لتشريد، بدور على حليب عنزة يروي عطشه إذا سلم من الغارة وتخبى في مغارة. بتنزارة بصير من جوا الوجع ساكن معك بالروح. عمو، يعني رغم المرض وبعرف تعبناك واجيك بوجعوك، تحديت كل شيء واجيت معانا على اجزم. قديش مبسوط انك اجيت على اجزم؟ انا مبسوط منكو ومن الجاية، كأنه عشت فيها هسه، عايش يعني في الوقت الحاضر كأنك ساكن فيها. إيش قلت لي؟ هاي إيش رحلة؟ رحلة العمر. محتمل الله أعلم إنه يكون آخر مشوار بآجي وبشوف البلد. لا إن شاء الله بتيجي كمان مرة ومرتين وثلاثة وأربعة عمو، وإن شاء الله بترجع إن شاء الله كمان. إن شاء الله. طيب إن شاء الله. قل لي، إحنا قاعدين بمدرستك صح؟ أي نعم، مدرسة اللي تعلمت فيها وتخرجت منها آخر التعليم. احكي لي إيش أكتر إشي بتتذكره هون؟ كنا مربيين نحل للمدرسة خلف المدرسة، آخر السنة نقطعه معلم الزراعة اللي كان يعني مسؤول عن النحل ينطينا كل واحد ماله كانوا كلهم من العسلات. إجزم كانت بلد زراعية؟ كانت بلد زراعية وبلد عمالية كمان، كان قسم منها من الشباب يعني يشتغلوا في العمل عند الجيش الإنجليزي، والقسم الكبير بالزراعة. إيش كان أذكى إشي ممكن تاكله من أرضها لإجزم؟ كل إشي ذاكي. كنا نزاكم شعير، حمص، سمسم، عدس. أيام العطلة في عطلة الدراسة كنت أروح مع والدي يحوش التين في يوم الصيف، والصبر حمل لي على الدابة أنزل فيه على حيفة على الدابة، من إجزم لحيفة ماشي على الدابة أبيعه وأروح. يعني عمو عندكم قريبين في سوريا وفي الأردن كمان، نعم. فإيش اليوم بتوجه لهم رسالة من نص إجزم؟ لسه في الوقت الحاضر بحكي من قلب إجزم، وهي بتنادى عليكم بتقولكم عجلوا ارجعوا لبلدكم. اشتقت لهم إجزم؟ أخواتي وأخوتنا ما شفتهم، ماتوا ما شفتهم، ماتوا ما شفتهم، الله يرحمهم. تعرف بس بدي أحكي لك شغلة عمو، إنه دموعك هي لخصت كل حكاية الفلسطيني المغترب والمهجر، لخصت كل النكبة. نسيتي يا دني كتير كتير كتير، والعتب كبير حيتي يا دني. شوك 70 سنة جرح الصبرة، والتينة سكر عسلها طعمة مرة، والزيتونة بتستنى في إيدها الحنونة. حمامة الكرمل البيضة زي ما بلقبوها كانت مركز للثوار، ومن بعد 48 قالوا سقطت الحمامة وانكسروا جنحانها عين غزال وجبع، وتيتم السلام من حضن الدار. بس راس الجزماوي العنيد لما يعزم كلمة وبتراجعش عنها، خلص بيجزم. عالثبات عالثبات، طير العز مر وفات، والله يا إجزم مفوتك من هون للممات. فيا ابن إجزم لحقيبتك احزم، لأنه حق عودتك أخرته لعدوك يهزم. لحلوة يا دنيا زينة صندوقة من قرية إجزم المهجرة قضاء حيفا.